السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أنمار محمد محاسن. يسرني أن ألتقيكم اليوم بحلة جديدة وسلسلة جديدة من علوم اللغة العربية المجيدة ضمن مبادرة إربد تقرأ بالتعاون مع وزارة الثقافة الأردنية. ومبادرة إربد تقرأ مبادرة ثقافية مجانية تدعم الثقافة والمطالعة بين الشباب وترفع سوية القارئ من خلال دعمه بالكتب الثقافية المجانية وإقامة الأمسيات الشعرية والمعارض ومختلف النشاطات الثقافية، وتشمل جميع شرائح المجتمع. فجزاهم الله على هذه الجهود القيمة خير الجزاء، وجعلنا الله من الجنود التي تخدم اللغة العربية بكل ما أوتيت من قوة. وكوننا نتكلم عن خدمة اللغة العربية بشكل عملي فعال يواكب التكنولوجيا والمعرفة، ونظراً لتغلغل مواقع التواصل الاجتماعي في حياتنا اليومية والفكرية بشكل كبير، وما نلاحظه من أخطاء كارثية على هذه المواقع، أخطاء تصيب اللغة العربية في مقتل من قبل أبناء جلدتها. والمشكلة الأكبر أننا نجد هذه الأخطاء عند حملة الشهادات الجامعية، وأحياناً عند بعض الكتاب والأدباء الذين يفترض بهم أن يكونوا هم الأوصياء على هذه اللغة. وبعد هذا كله كان لابد لي أن أطلق هذه السلسلة، والتي ستكون بعنوان الأخطاء الإملائية الشائعة على مواقع التواصل الاجتماعي. سأحرص خلال هذه السلسلة أن أنتقي منشورات وتعليقات ولافتات واقعية نشاهدها أمامنا باستمرار، وسأخفي هوية أصحاب هذه المنشورات للموضوعية في الطرح، فنحن هدفنا معالجة الأخطاء وليس معاقبة المخطئ. سأعرض عليكم الآن الخطة التي سنمشي بناء عليها في هذه السلسلة، وهي كما هي موضحة في الجدول. وقبل الختام أترككم الآن مع فقرة خفيفة لطيفة بعنوان اضحك معنا، ولا تنسى أن تخبرنا في التعليقات إن استطعنا أن نرسم الضحكة على وجهك وندخل السرور إلى قلبك. إلى هنا تنتهي حلقتنا الأولى لهذا اليوم. أرجو منكم أن تدعمونا من خلال الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وأتمنى نشر الفيديوهات بين أصحابكم ومعارفكم لكي تعم الفائدة ويستفيد الجميع. كما أستقبل ملاحظاتكم واقتراحاتكم بخصوص هذه السلسلة في التعليقات أسفل الفيديو وفي حسابي على الفيسبوك المسمى أنمار محمد محاسن. والأهم من كل هذا هو أن لا تنسونا من صالح الدعاء. إلى اللقاء في حلقة قادمة. كان معكم أنمار محمد محاسنه في سلسلة الأخطاء الإملائية الشائعة على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم في أمان الله.